السلام عليكم ورحمة الله. أخواني اليوم باش نتحدث على دورة تفقيس السمان اللي بعد ما نضعوه في الفطاسة نبدأ نقلبه بعد 72 ساعة باش ما يتذرش الجنين في وسط البيضة. قد كيف إذا نبدأ نقلبه بيه 3 أيام الأولانيين علاش منضر الجنين الأنسجة الصغيرة تتضر وتكون نسبة التفقيس مش عالية برشا. وبعد 72 ساعة نبدأ في التقليب باش الفلوس ما يلصقش في البيضة وتكون درجة الحرارة 37.7 والرطوبة 45%. وبعد نوصلوا اليوم 18 اليوم استغفر الله العظيم اليوم 15 نزلوه حطوه في الصناديق ونرفع الرطوبة نسبة 60%. يعني تجربتي نحط السمان هبطه نهار 14 خديك صارت لي مرة فقص لي البداية نهار 15 نهار وهو الذروة متاعه تكون نهار 17 نسبة التفقيس تكون عالية برشا. بعد نخليوه 48 ساعة في وسط الفقاسة ما نخرجوش وسبحان الله الفلوس يكون متغذي من المحة متاع البيضة والصفار البيضة ويقعد 48 ساعة ما يأكلش وما يشربش. بعد 48 ساعة نخرجوه من الفقاسة ونكونوا حضرنا له ما يكون على درجة حرارة الغرفة يكون دافي شوية نحط له فيه ماء وسكر باش ينجم يخرج الفضلات اللي في كرشه ونقوم بوضع ومن بعد نضعوا له الفيتامينات في الماء في الأيام الأولى باش يكون نشط الفلوس. وبالنسبة إذا باش تربي الفلوس باش يكون دجاج بياض ونقوموا بالتلقيح نتاعو كان باش نبيعوه على اساس لحم من لقحوش هذاك الدوره نتاعو تكون في 25 يوم يوصل 180 جرام 200 جرام ونقوموا بالبيع نتاعو والتسويق نتاعو. وان شاء الله كنا فدناكم. ما تنسوش التعليق والاشتراك في القناه ووضع لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.